قال لي يا اسفهم يا صعيدي، لما احنا بنموت ما بيجيبوش من الاعمال بتاعتنا غير الاعمال اللي عملناها في مسرح الدوله في الصفحه الاخيره في الاهرام، يقول لك عمل كذا كذا كذا، اعمال اعمال مسرح الدوله. طيب اذا نفر منكم نيل على عينه بحمريته وقال كلمه كده ولا كده؟ فعمدة الدراما المصريه، خساره كبيره، خساره كبيره للدراما المصريه. الله يرحمه، يعني هو طبعا الفتره الاخيره ما كانش بيشتغل، انما هو اعماله موجوده، هو ما ماتش، هو موجود، يعني اعماله موجوده الله يرحمه. وذن كلنا رايحين. يعني اخر مره تواصلت بقى حضرتك كان امتى؟ اخر مره عن طريق احمد، والله انا كنت بتواصل على طول عن طريق احمد. اكيد تواصلت بقى احمد بعد طبعا وفاته وعزيته، كان حالته نفسها عامله ازاي؟ لا يعني هم مؤمنين جدا، وهو مؤمن، وهو الله يرحمه كان ليه دايما مقوله حتى في الملك، هو الملك لما عملنا الملك اقول له ايه اللي موديك مسرح الدوله وما فيش فلوس؟ استقبلت الشيعاتي الاخيره ازاي؟ فكان يقول لي لا ده المسرح الحكومه ده عشان الصفحه الاخيره في الاهرام. ايه الصفحه الاخيره في الاهرام؟ كل شويه من الجمله يعني. وبعدين بقول له ايه يعني، ايه انت عمال تقول لي ايه الصفحه؟ قال لي يا اسفهم يا صعيدي، لما احنا بنموت ما بيجيبوش من الاعمال بتاعتنا غير الاعمال اللي عملناها في مسرح الدوله في الصفحه الاخيره في الاهرام، يقول لك عمل كذا كذا كذا، اعمال الدوله، اعمال مسرح الدوله، القطاع الخاص ما بيجيبوش. كان عاشق للمسرح جدا حقيقه. طبعا في عمده الدراما المصريه، عمده الدراما. اخر عمالقه الفيديو فقدناه، اخر واحد يبص في العدسه وهو نظره ضعيف يقول لك دي كلوز، ولا العدسه، العدسه دي يبص وهو كان نظره ضعيف يقول لك ده كلوز، او يقول للمصور انت واخد امور سريه ده المفروض كلوز. الله